باب من المعارضة ما سموه ضغطا على البرلمان للتصديق على قوانين دون إتاحة الوقت الكافي لمناقشتها، ويعزو بعض المراقبين ذلك إلى الخلافات المستحكمة بالتزامن مع قرب تنظيم الانتخابات وانشغال النواب بالإعداد لها. قبل نحو أسبوع من إغلاق أبوابه قبيل الانتخابات، زاد البرلمان المغربي من سرعة تصديقه أعلى عدد من القوانين التي أحالتها الحكومة إليه بشكل استعجالي، خطوة أثارت غضبا بين أوساط النواب، ورأت فيها المعارضة وخاصة حزب الاستقلال استغلالا للوقت الميت من عمر البرلمان. الاستعجال بتمرير واحد مجموعة قوانين ما عندهاش نهائيا علاقة بورش الحماية الاجتماعية أو بتداعيات كوفيد الاجتماعية الاقتصادية، كنعتبروه بأنه استغلال للوقت، وبالتالي فيه ديك اللي كيسميوه بعض السياسيين ديك السرعة كسياسة. لم يستطع البرلمان المغربي الحسم بعد في قوانين تعتبرها الحكومة استراتيجية، لكنها ما تزال حبيسة الرفوف، أبرزها قانون الإضراب والقانون الجنائي وغيرها. بالمقابل تحرص الحكومة على دفع البرلمان للتصديق على قوانين مثل قانون الضرائب وإصلاح المؤسسات الحكومية وقانون التنظيم القضائي وغيرها، بعد أن نجحت في التصديق على قانون الحماية الاجتماعية والقانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب في مدة وصفتها المعارضة بالسريعة جدا. من سيتحمل الإرث القبلي لهذه القوانين وكذلك المستقبل يعني على مستوى الأرض الواقع في تنزيلها في الحكومة المقبلة؟ هل ستعتبر بإرث يعني قبلي للحكومة السابقة أم ستحسب للحكومة المقبلة؟ تتهم المعارضة الحكومة بالمماطلة وعدم التفاعل مع نحو 200 مشروع قانون جاهز لديها. بالمقابل تضغط على البرلمان لأجل تصديق المتسرع على قوانين لا تكتسي طابع الاستعجال بحسبها. تجاذب بين الحكومة والمعارضة قد ينعكس سلبا على التحالفات داخل البرلمان بعد الانتخابات المقبلة، أو يشكل حافزا للبرلمان من أجل تفعيل آليات الحسم في القوانين دون تأجيل. عبد الصمد الجطوي، العربي، الرباط.